وحشتوني والله. ربنا يا رب يجعل ايامكم كلها فرح كده يا رب. وحلقه النهارده هنتكلم عن الافراح، يعني نسمع سلام باحترام والله الافراح. لا 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 المسا والتهاني من كريم اليدين سداد الدين المعلم ابراهيم القطه جاي مس. والله وباريزه وباريزه ابراهيم القط ده يبقى باش مهندس بباريزه والله. والباريزه دي جايه من الباش مهندس ابراهيم القط وهو صايع اساسا. الله ما عليك. افراح دي فيها حاجات جميله والله. اللهم صل على النبي. والله النهارده وانا جاي كانت العربيه هتتخبط مني، ربنا يسترها معانا، بسبب زفه. اه والله بسبب زفه. ما هي الزفه، ربنا يفرحنا. انا بحب الفرح وبنحب الناس تفرح وبنبقى فرحان اني شايف الناس فرحانه، بس موضوع الزفه اللي في الشوارع ده ساعات بيزودها شويه. فكان في زفه في الطريق وعريس وعروسه وبيتزفوا، وعربيه ليموزين ما شاء الله 120 متر والله العظيم بتاعت اوضتين وصاله العربيه نفسها. حاسس ان العروسه كانت جوه العروسه قاعده تعرفش وشها يعني فرحان ولا امساك ده ولا ايه، قاعده كده ما شاء الله وقدامها 30 موتوسيكل تفهموش بيوسعوا لايه بالظبط والله. 50 وكلهم ماشيين على فرده واحده. دي مش زفه يا جماعه والله العظيم، ده ناقص حسن الحلو بكرباج ونبقى في سيرك كده رسمي والله العظيم. واقيس بيه فجاه الاقي العربيه وقفت والعريس والعروسه نازله من العربيه، انا قلت الجوازه باظت ولا ايه، ونازلين يتخانقوا ولا ايه، في حاجه. واقيس بيه فجاه الاقيهم وقفوا قدام العربيه والعروسه عماله تسقف اخواتي اخواتي اخواتي. أنا مش فاهم إخواتها إيه؟ أنا قلت بتندع على إخواتها عشان يضربوا العريس ولا حاجة. المهم الدائري وقف علشان إخواتي. وعربيات الزفة كلها ماشية وراهم زجزاج كده، ما تعرفش ليه ما بيمشوش يعني عادي. لا وكل ما تيجي تعدي من جنبه يا عم سيبني هتفرح معانا. حاضر يا سيدي هفرح معاكم بس والله. طب زقزق شوية يا عم زقزق. يا الله يخليك. خمسة كده الله يكرمك مبروك. استأذنك بس عشان متأخر عندي ميعاد. متأخر على الشغل ايه يا عم شغل؟ هتفرح معانا. مش عارف الاقي له حجة. معلش معايا حالة ولادة. ألف مبروك يتربى في عزك. هتفرح معانا. طب يا عم الله يخليك حالة وفاء. البقاء لله. هتفرح معانا. طبعا أنت بتلاقي حاجة تعملها غير إنك تدعي ربنا إن الزفة تخلص أو تدعي عليهم بقى. ونرجع نقول حالات الطلاق كترت ليه؟ ما من اللي ماشيين يدعوا عليهم في الزفه دول، ناس ماشيه كلها تدعي عليها. بصراحه الافراح بقت حاجه غريبه جدا، مع ان اسمها مناسبه عائليه بس ما بقتش مش مناسبتي انا والله. من صغري كده ما بحبش الافراح، ما بحبش اروح، مش عشان سماوي ولا حاجه، لا لا لا، ما بحبش البس بدله واتخانق في الصيف كده وكرافته تخنقني وببيونه تشنقني وعلى ايه. والحاجه الاغرب بقى ان ساعات الافراح كلها لما بتيجي في نفس اليوم. الحق فرح ابن خالتك سماح في نادي المهندسين. امتى؟ يوم الخميس. حاضر. الحق فرح حماده ابن عمتك في نادي المنجدين. امتى؟ يوم الخميس. حاضر. الحق فرح عمتك. حاضر. حاضر ماشي. وكلهم يوم الخميس. كلهم يوم افضل ما اقضيها انا يوم الخميس من المهندسين للزراعيين للمنجدين. ده انا لو احمد شيبه مش هيبقى عندي النمر دي كلها والله. ايه الافراح دي؟ وتخش الافراح بقى في بعضها وتنسى اول ما تخش الفرح من انا جاي تبع هو انا قريب العريس ولا العروسه ولا ايه؟ اهم حاجه تثبت حضورك. اول حاجه تعملها في اي فرح شوف بتاع الفيديو فين وتروح له عشان تتصور. ما دي اهم حاجه، دي اللي تثبت انك انت رحت الفرح. ده اللي بياخد الغياب. تشوف الفيديو فين وتبقى زي بنت العريسه. نجم داخل. يا ويلك لو ما طلعتش في الفيديو بتاع الفرح. اعتبر نفسك كانك ما جيتش. ونقعد بقى على طول العمر بقى تتعاير يا اللي ما جيتش فرح نرمين. يا سماوي يا اللي ما جيتش فرح نرمين. وكل نرمين ما حضرتش فرح كان يا نرمين. وكل ما تفتح موضوع في اي حاجه وانت قاعد معاهم سياسه كوره فن يقول لك اسكت انت بتعرف حاجه. يا جماعه في لا انت ليك راي انت ما جيتش فرح نرمين.